حرام عليك. استنوا استنوا استنوا، انا نسيت موبايلي جوه. يا دي الموبايل اللي مصر يحبسني. حرام عليك يا شيخه حرام. طب خلاص مش مشكله، يلا نمشي. ايه يلا نمشي، وبعدين هات لي موبايل جديد يا سيد، قصت يا سيد، اكتب شيكات يا سيد، اطلع هات الموبايل. وبعدين يا سيد موبايل ايه وزفت ايه؟ البوليس زمانه داخل علينا. لو سمحت يا باسل ما تتدخلش ما بيني وما بين مراتي، اطلع هات الموبايل يلا. لا ادب، الجواز ده مشروع فاشل. الواحد يتجوز من مستواه الاجتماعي يا اعلى منه، اقل منك دي هتتعب. ايه اللي بتقوله ده يا سيد؟ عيب كده، انا واقف يا اخي. وبعدين معاك حق، انا فعلا اتعصبت، ده مش اسلوبي، وما كانش صح ان انا اتكلم معاها بالمنظر المهين ده قدام راجل غريب. راجل غريب يا ريت، قول كائن غريب. عيب يا اخي، عيب اسمع الكلام دوت. انت ما تتكلمش خالص على فكره، انت حماتك لسه فوق مسحه بيك البلاط. هاتي ايه يا عم انت؟ دول يحمدوا ربنا ان انا اصلا رضيت اتجوز بنتهم. هو انت جامد على الكوكب؟ جامد. انا مودلز يا ابني. انت مودلز؟ ايوه. عارف احمد عز؟ عارفه طبعا. وانا كمان اعرفه. ايه ده؟ في ايه؟ انا اسود. استخبي. ايه؟ انا اسود. دول مين بلاك؟ استنى استنى. بس كده الموضوع كبر، لازم اكلم خالي. انت خالك حد مهم؟ عارف ماسنجر؟ طبعا اعرفه. وانا كمان اعرفه. ايه يا عم مش وقته دلوقتي، دول داخلين على جوه ريتاش جوه كده، ممكن يخطفوها. كلمها بس بسرعه ولا ما تخطفش. بسرعه ما ولا ما تخطفش ازاي؟ ايه ده حضرتك؟ في ايه حضرتك؟ ايوه ايوه ايوه، رد رد رد. خطفوها. انا لازم اروح انقذها. لا استنى اهدى، انا لازم اروح انقذها. مش هينفع يا سيد، مش هينفع. دول بيلين بلاك، ما ينفعش. بلاك ايه؟ استنى. ايزي ماما، ايزي ماما. يا جوز موجود هنا معايا والله العظيم. ثانية واحدة، ثانية واحدة. يا انت مش قلت لي هتسوقنا احنا راجعين؟ انا قلت لك والله. لا قلت لي صدقني. خلاص يا ما تصدقنيش تاني. يا سيد سيد، يا سيد انقذ. ثانية واحدة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. بالراحة حضرتك، في ايه؟ انت مالك مستعجل كده ليه؟ بالراحة. انت بتروح على الجماعة بني ادمة والله. انت لا يمكن تكوني بني ادمة عادية. طب ممكن اطلب طلب وبعد كده مش هتكلم تاني خالص والله العظيم. اطلبي. انا عارفة انا معاكوا العصاية السحرية دي اللي بتنوروها بتنسل قدامكوا كل حاجة، ممكن تعملوها لي وتنسوني سيد؟ ننسيكي سيد؟ عليا الطلاق، انت نسيتيني اسمي. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي ناخدها مكان الفضائي وندفع فرق. بقول لك ايه؟ فوق عشان دي رهينه ودي مهمه. انت جاي متيس طول المهمه وتركز في دي. اه ماشي، اتفضلي يا اختي، اتفضلي. يلا اتفضلي. يا قطه. طب هتوديني فين حضرتك؟ هنوديكي مكان حلو ترتاحي فيه شويه معانا، في الحفظ والصون. اتفضلي يا ملك. ايه ده؟ كده كده على عيني والله يا غاليه، بس دي من بلاك. يلا. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ يا رب يا رب، ما انا تعبت قوي يا رب. منك لله يا سيد، انت اللي مبهدلني البهدله دي. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا سيد. شكرا. انا مراد باسل. باسل خياط؟ لا باسل السباك.